بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، التواصل الجاري وشوطنا، نقول السادس مع البكار المهجنات الاصايل. نتمنى دايم التوفيق والناموس لهذه الشعارات، شعارات اصحاب السمو الشيوخ. ونذكر صاحب التوقيت الافضل والاجمل حتى هذه اللحظات الجميله الشاهينيه، المملوكه من هجن الدشبة، المملوكه لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعد مكتوم، 6 دقائق 4 ثواني. تهانينا والناموس لهجن الدشبة، والتهاني دائما موصوله سالم بن سعيد على هذا الاداء الجميل وعلى هذا التوقيت المميز. شوطنا السادس، شوط الابكار المعجنات الاصايل، شوط لا يقل اهميه عن بقية الأشواط، شوط له وزنه وثقله في هذا الشوط وفي هذا الميدان. ولكن هناك عالية اللي في المركز الأول لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد بن يمع بدبيلة، شاهينية تأتي على ثاني المراكز ما شاء الله من هجن نادي الشبة سالم بن سعيد، وفي المركز الثالث شرف لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم العرضي الحميري، المركز الرابع افهده لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد سعيد المكتوم وفي عمليه التضمين سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الخامس استاذ الشاهينيه وايضا تاتي عليها الشاهينيه من هجن نادي الشبه سالم بن سعيد على سادس المراكز. المركز السابع هناك ربشه في المركز السابع لسمو الشيخ احمد لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم وأحمد بن علي بن عامر العويسي، وفي المركز الثامن المنتدي في هذه اللحظات شقرة لسمو الشيخ أحمد المكتوم مع سلطان مسيف المقبالي، وفي المركز التاسع ما شاء الله هنا تأتينا بروق لسمو سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم وأيضا أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي، وفي المركز العاشر شاهينية جند الشبا وسالم بن سعيد في عملية التضمين. هكذا مستمعينا الاعزاء ننادي للعشرة المراكز الاولى بالوفاء والتمام، وهناك ايضا اسامي جميله وحاضره على ارضيه هذا الميدان خلف العشر. هكذا مستمعينا الاعزاء نسير معاكم ونتجول في صفحات هذا الشوط الجميله، تقريبا 20 شعار يتواجدا هنا على هذا التنافس الجميل، هذا التنافس المميز بشعارات اصحاب السمو الشيوخ. نتمنى التوفيق ونتمنى للمضمرين ايضا التوفيق والناموس هنا على ارضيه هذا الميدان. الشاهينيه ما شاء الله من تتصدر هذه الجموع الشاهينيه اللي صامده، ولكن عاليه 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 من الجانب الثاني لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد ال مكتوم ومحمد بن عبد الله بالدبيله ايضا ياتي في عمليه تضمير عاليه. المركز الثاني شاهينيه لهجن نادي الشبا وسالم بن سعيد، وهناك شرف ايضا من الجانب الثاني سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم العرضي الحميري، وهنا شقره لسمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم وسلطان بن سيف المقبالي رابع المراكز. المركز الخامس شاهينيه والسادس ايضا تاتي الشاهينيه من هجن نادي الشبا وسالم بن سعيد في عمليه التضمير والتدريب. سداسيه ما شاء الله، سداسيه هذا الموقف. والمركز السابع اللي في المركز السابع ايضا بنتعرف على اللي في المركز السابع شوي مركز السابع شاهينيه وثامن مراكز ايضا تاتي الشاهينيه من هجن نادي الشبا. المركز التاسع الفهده لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد سعيد مكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز العاشر لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم ما شاء الله مع شراره ومطر بن علي بن واس. هكذا كانت النتيجه للمراكز ذعناها عليكم بالوفاء تمام. هكذا كان تقريرنا تقريبا الأخير للعشرة المراكز الأولى، ومن بعد الكيلو الأخير نكتفي بالخمس. وشرف ما شاء الله، ولنا الشرف أن نعلق على هذا الشعار الجميل، هذا الشعار المميز، شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مسري بن سالم بالعرضي الحميري، أحد خبراء التضمير في هذا العالم الساحر، في هذا العالم الجميل، عالم رياضة سباق الهجن العربية الأصيلة الشاهينية. المركز الثاني حتى رابع المراكز والمملوكة لهجن نادي الشبا وسالم بن سعيد في عملية التضمير، والمركز الخامس عالية لسيدي صاحب السمو محمد
بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بالدبيله في عمليه التضمير. يا سلام يا شرف، الله الله على هذا الاداء وعلى هذا الرقص الجميل هنا على ارضيه هذا الميدان. الله 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 يا شرف، مسيطرة، تقدم عروضها الجميلة، تقدم عروضها المميزة شرف هنا على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله القادم، وأول ندى، أول ندى هنا اللي على المركز الخامس، أول ندى الجوري لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وهنا عبد الله بن مربي سعيد بن حلو. الله يا الشاهينية شرف، والجوري والشاهينية ثلاثية ولا رباعية على الموقف، ولكن هناك شاهينية من الجانب الثاني. ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الرحمن تبارك الرحمن، سداسية النقاط الجميلة تذهب للمرة السادسة، والسبق دائما هنا مع النوع الفريد. جميل، تهانينا لهج الندشي والتهاني لسالم بن سعيد في عالمين التضمير، شكرا على هذه النقطة السادسة على هذا التضمير. المركز الثاني سمو الشيخ راشد حمدان بن راشد سعيد المكتوم. المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم. المركز الرابع والخامس لهج الند الشبا سالم بن سعيد في عملية التضمير. 6 دقائق 4 دقائق 6 دقائق توقيت الزمني، 7 ثواني و67 جزء الثاني. تهانينا والناموس.